بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها الإخوة، حدثتكم عن أربعة أسباب من أسباب الاكتئاب النفسي، وبقي هنالك سبب خامس. ما هو هذا السبب الخامس؟ يتمثل السبب الخامس في شعور الإنسان أو في شعور أحدهم، طبعا هذا ليس عاما لكل الناس، ولكنه يتوضع في كيانات الناس الذين أصيبوا بهذا المرض. السبب الخامس يتمثل في شعور أحدهم بالعجز عن بلوغ آماله وطموحاته وأحلامه التي كان مشدودا إليها وكان يحلم بها وكان دائما ينسج منها خيالا لنفسه بين الحين والآخر، فوجئ بأنه لم يستطع أن يصل إلى تلك الأحلام، لم يستطع أن يحقق لنفسه تلك الطموحات. كثيرون هم الذين يقعون في كآبة ما مثلها كآبة، ثم إن هذه الكآبة لا تنفصل عنهم بسبب أنهم لم يستطيعوا أن ينالوا الأحلام التي كانوا يعانقونها، لم يستطيعوا أن يحققوا لأنفسهم الطموحات التي كانوا يتجهون إليها وكانوا مشدودين إليها. الواقع أن هذا السبب الخامس يتمثل في صور كثيرة، منها أن كثيرا من الناس يطمحون إلى عافية لا تشوبها أمراض، يطمحون إلى غنى لا يتسلل إليه فقر، يطمحون إلى قوة لا تختلط بها حالة من حالات الضعف، يطمحون إلى أهواء ولذائذ ومتع وشهوات لا تغيض ولا تتراجع. وقد عرفنا أن الزمن أو أن الدنيا التي نعيش فيها لا تنجدهم بهذا كله ولا تعطيهم هذه الأمنيات تماما كما يحلمون بها، ونظرا إلى أنهم مشدودون إليها بشكل شديد وعنيف، عندما يجدون أن هذه الأفكار لم تتحقق لهم كما يشاؤون وكما يريدون، يصطدمون بأمور تناقض ما كانوا يحلمون به، يصطدمون بنتائج تناقض مناقضة حادة طموحاتهم التي كانوا يتوجهون إليها، فيقعون في هم لا نهاية له، ويقعون في كرب لا مخلص منه بشكل من الأشكال. ولا تعجبوا إن قلت لكم إن من هذا القبيل وإن ممن يذهبون ضحية هذا السبب أولئك الذين أتيح لهم كل وسائل الملاذ وتفتحت أمامهم سائر أبواب الشهوات والأهواء، فتقلبوا في ذلك النعيم ومارسوا فنونا من أفانين تلك الشهوات والمتع واللذائذ، إلا أنهم اصطدموا بجدار خطير وعنيد جدا. ما هو هذا الجدار؟ هذا الجدار الذي اصطدموا به هو قانون من قوانين هذه الدنيا التي نعيش فيها. ما هو هذا القانون؟ يتمثل هذا القانون في أن المتعة لها نهاية، وأن اللذائذ تنتهي أيضا إلى حد لا يستطيع الإنسان أن يخترقه. فأنت مهما حاولت أن تتفنن ومعك المال ومعك الشباب ومعك المتع والأهواء، مهما حاولت أن تتفنن فلسوف تنتقل من فن إلى فن إلى فن، وأخيرا ستجد نفسك قد وقفت أمام سد لا تستطيع أن تتجاوزه.
الإنسان فيه طبيعة الملل، يمارس نوعا من المتع لأيام أو لأشهر وإذا به قد مل هذه المتعة، يتفنن ليتجاوزها إلى غيرها، بعد قليل يمل هذا اللون أيضا، يتجاوز هذا اللون الثاني ويتفنن في إبداع لون ثالث، بعد حين يمل هذا اللون الثالث أيضا، وأخيرا تنتهي المتع ويجد نفسه قد وصل إلى السد الذي لا يستطيع أن يخترقه. عندئذ ينظر إلى المتع التي ملها مشمئزا منها، ويحاول أن يخترق ليصل إلى متع جديدة لا يستطيع، وعندئذ تتفجر بين جوانحه مشاعر من الكآبة ما مثله. هل تعلمون هذه الحقيقة؟ والغربيون هم أول من يذهبون ضحية ذلك. النتيجة التي يصل إليها الواحد من هؤلاء الناس عندما يصل إلى السد المنيع وقد تجاوز الوسائل المختلفة لممارساته ولمتعه، هي أن يحاول أن يتفنن في المتع بالخيال، يحاول أن يتفنن ويبدع متعا أخرى بالخيال والأحلام. كيف؟ عن طريق اللجوء إلى المخدرات، عن طريق العكوف على المسكرات، عن طريق الفرار من العقلانية إلى اللاعقلانية، لكي يتخيل أنه يسيح في دنيا لا حدود لها من المتع، وينظر فيجد أن نتيجة هذا الملجأ شر من الحال التي كان فيها. هذا الواقع أيها الإخوة صورة من صور هذا السبب الخامس، أن الإنسان يطمح إلى ألوان زاهية من المتع ويحلم بها ويتخيلها، ولكن القدرات الكونية محدودة، فهو يتحرك ضمن دائرة لا يستطيع أن يخترقها. قوانين الكون محدودة، قوانين المتع محدودة، لا يستطيع أن يتجاوزها فيقع فيها. فما بالك بمن كان يطمح ويتخيل العافية التامة الدائمة وإذا به وقع في براثن أمراض، كان يتخيل أن يبني لنفسه عشا من الحياة الزوجية الرغيدة التي كان يتخيلها، لم يتحقق له هذا الأمر. كان يتخيل أن يكون شابا وسيما، نعم، يفيض شكله ومظهره وسامة وتمتلئ مرآه في أعين الناس، وإذا به ليس كذلك. وهذه الحالة أصيب بها رائد المذهب الوجودي سيرين كيركجورد. ولأقل كلمة وجيزة عن فلسفة الوجودية، إن هذه الفلسفة تكلف أصحابها أن يتجهوا في حياتهم إلى أقصى درجات المتعة، وأن يخططوا لأنفسهم للوصول إلى أسمى درجات اللذة، وأن يضعوا نصب أعينهم السعي اللاهث إلى سعادة لا تشوبها منغصات ولا يتسلل إليها شيء من الكدر. هكذا تضع الفلسفة الوجودية في أذهان أصحابها، فإذا سار أحدهم في مناكب هذه الحياة ليصل إلى هذا الشأو وليحقق هذا الحلم، سعادة لا تشوبها ضائقة كرب، لذائذ لا تشوبها معكرات، يفاجؤون بأن الدنيا ليست كذلك، يفاجؤون بأن لذائذ الدنيا محدودة وبأن معكراتها كثيرة وبأن الشوائب أكثر وبأن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يرقى إلى درجة تحقيق هذه الطموحات التي يطمح بها، وعندئذ يصطدم ما بين الحلم الرائع المتألق الذي يهيمن على كيانه والواقع الذي يصطدم
تفرضه الدنيا التي من حوله. وفي هذه الحالة يتفجر بين جوانح هذا الإنسان الشعور بالأسى والشعور بالكرب والشعور بالقلق على حد تعبيرهم، واليأس والسقوط. وكيف يفرون من هذه الفلسفة؟ يفرون من هذه الفلسفة إلى الاعتراف بها، وإلى أن يقولوا إن قدر الإنسان هو القلق واليأس والسقوط، فليجتر شقاءه بصبر وثبات، وليعلم أن هذه الشقوة عبارة عن مصير لا بد منه، وعلى الإنسان على كل أن يغامر ليصل إلى مآربه، فإن لم يصل إليها فليعلم أنها طبيعة الإنسان وطبيعة هذه الحياة، وليجلس في مكانه ليجتر آلامه. هذه خلاصة الفلسفة الوجودية، وهم يجعلون من أنفسهم تبعا لولي أمرهم ومفكرهم الكبير وأستاذهم الأول الذي حدثتكم عنه، وهو سيرين كيركجورد. هذا الرجل عندما ندرس حياته نشعر بقدر كبير من الإشفاق عليه. كان يحلم أن يكون في مظهره إنسانا تمتلئ العيون بجمال مرأة، ولكنه خلق مشوها. هذا الرجل اتجه بالحب إلى فتاة تعلق بها، وحلم وتخيل أنه يستطيع أن يبادلها الحب وأن يبني سعادته على هذه المحبة، لم يتح له ذلك. هذا الإنسان وجد الموت يتخطف أهله من حوله واحدا إثر آخر إثر آخر إثر آخر، ووجد نفسه يقف في الطابور ذاته، وعلم أن الموت سيتخطفه هو الآخر. وهكذا إذا التفت يمينا وجد المنغصات، وإن التفت شمالا وجد ما يدخل في قلبه الكآبة، وإن نظر إلى المستقبل وجد شبح الموت أمامه. وهكذا فاختنق بسبب عوامل الكآبة، بسبب أنه لم يستطع أن يحقق في حياته ما كان يحلم به ويصبو إليه، وأخذ يفلسف كربه ويفلسف شقوته هذه ويكتب ذلك. فتخيل كثير من الناس أنها فلسفة علمية، وأن على الناس جميعا أن يكونوا نسخا مكررة لسيرين كيركجورد، وعليهم جميعا أن يعانوا من هذه الشقوة ذاتها، وأن يرددوا أنشودة هذه الكآبة ذاتها، حتى وإن لم يقعوا في مثل ما وقع فيه سيرين كيركجورد. أجل، المهم أن فلسفة الوجودية نتيجة للتصادم بين الحلم الذي يحلم به الإنسان أن يكون كما يحب، وبين الواقع الدنيوي الذي يقول له لا، لن تكون الدنيا كما تحب، بل ينبغي أن تكون أنت كما أحب الله سبحانه وتعالى أن يقيم على أساسه نظام هذه الدنيا. وممن يذهب ضحية ذلك أيضا كل الناس الذين يعانقون أحلامهم باهتمام بالغ، ويشدون أنفسهم إلى طموحاتهم العالية، ويحكمون على الدنيا بأن تحقق لهم ما يشاءون، ثم يفاجأون بأنهم لم يصلوا إلى ما يحبون. هذا الإنسان وأمثاله معرضون للكآبة، ولقد رأيت كثيرين ممن يجتاحهم هذا المرض. المهم أن ننتقل من وصف المرض إلى وصف العلاج. ما العلاج؟ العلاج هنا أيها الإخوة يتكون من مجموعة العلاجات التي حدثتكم عنها في الحلقات الماضية. أولا، ينبغي أن يكون هذا الإنسان منطلقا إلى تعامل مع العلاجات التي سنتحدث عنها من أساس لا بد منه،
ألا وهو الإيمان بالله عز وجل خالق هذا الكون. هذا هو المنطلق للوصفات العلاجية التي ينبغي أن يأخذ نفسه بها. فمن لم يكن مؤمنا بالله عز وجل فلا بد أن يتوقع هذه الكآبة من أي جهة من الجهات شاءت، وهو أشبه ما يكون بشاة خرجت من مأمنها وساحت في بيداء واسعة جدا حيث السباع الضارية، لابد أن تتعرض لافتراس سبع من السباع. نعم، لأنها خرجت من مأمنها الذي كانت فيه. مأمن الإنسان ضد هذه الأشياء هو الإيمان الصادق بالله عز وجل والثقة بحكمته وبرحمته. إذا لم يوجد هذا الإيمان فالتعرض مستمر ولا علاج. لكن إذا وجد الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى ووجدت الثقة بأن الله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في أماكنها، رحيم، وإن تبدى لك أنه يقسو عليك في بعض الأمور ولكن ثقتك تؤكد أنه رحيم بك أكثر من رحمتك بنفسك. عندما يكون الإنسان مؤمنا هذا الإيمان الصادق بالله، واثقا بأن الله حكيم، واثقا بأن الله رحيم، يعيش دائما متفاعلا مع قول الله عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا الكلام يعلمنا القرآن أن نقوله بيننا وبين أنفسنا. فإذا وجد هذا الإيمان فقد وجد الأساس، وجد الأساس الذي لا بد منه للوصفات العلاجية التي سنتحدث عنها. ما هو العلاج بعد ذلك؟ العلاج بعد هذا أيها الإخوة شيء لا تستهينوا بالتعبير عنه، إياكم، هي كلمة متكررة كثيرا وأخشى أن تستهينوا بهذه الكلمة، لكن معناها ترياق لا يوجد نظيره في العالم كله لهذا الداء الذي أتحدث عنه. ما هو هذا الشيء أو ما هي هذه الكلمة التي سأنبهكم إليها؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أن في الناس من يستهينون بكلمة ذكر الله، أنا أعلم هذا، لأنهم يتصورون أن مسألة ذكر الله أمر تقليدي، وربما تخيلوا عندما نقول ذكر الله ربما تخيلوا مجموعة ناس يتحركون ويقفزون، يحملون سبحات بأيديهم، يقولون الله 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 إلى آخره ويهتاجون. ربما تخيل أحدهم عندما أقول ذكر الله هذه الصورة، وهذا التصور خطأ، هذا الربط خطأ. كلمة ذكر الله تعني تذكر الله، تذكر الله سبحانه وتعالى دائما في المناسبات المتكررة التي تتوالى على حياة الإنسان. ذكر الله بعد الإيمان به دواء ما مثله دواء، يذيب كل عوامل الكآبة، لا سيما الكآبة التي تتفجر من هذا السبب الخامس. هل هنالك شاهد على ما أقول؟ نعم، انظروا إلى قول الله عز وجل الذي آمنا به. قلنا لابد أن ننطلق أولا من الإيمان بالله، الإيمان الصادق بالله والثقة بأنه حكيم وبأنه رحيم. يصف الله عز وجل هؤلاء الذاكرين فيقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا، لاحظوا كلمة ألا، أي تنبهوا أيها الناس، شيء خطير أريد أن أحدثكم عنه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا هو الدواء، وهو دواء يصرح به كلام الله سبحانه وتعالى. الذين يعانون من اضطراب القلب بسبب الكآبة
من القلق بسبب الكآبة، يعانون من هذه الحال التي وصفتها لكم، يعانون من مشاعر الشقوة. منبع ذلك القلب. ما الذي يعيدك إلى حمى الطمأنينة؟ ما الذي يسكب برد الطمأنينة في فؤادك بعد إيمانك بالله؟ مرة أخرى أقول، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أشترط أن يكون هذا متمثلا في كلمة يكررها اللسان دائما في الطريق، في الجلوس قبل النوم، لا لا، وإنما أتحدث هنا بالذات عن تذكر الله سبحانه وتعالى بالمناسبات التي تمر بك. وما أكثر المناسبات التي تذكر بالله سبحانه وتعالى. فمن أكثر من تذكر الله عز وجل يوما بعد يوم بعد يوم، ذابت مشاعر الكآبة بين جوانحه، وسكب الله في قلبه شعورا بالأمن، شعورا بالطمأنينة، شعورا باللذة دون أن يجد الأسباب المادية للذة، شعورا بالمتعة دون أن يجد الأسباب المادية للمتعة. لا تقول لي كيف، المسألة ليست مسألة مادية، المسألة عبارة عن سر ينبعث من عند الله إلى فؤادك. عندما تذكر الله دائما دائما دائما، تتذكر حكمته، تتذكر رحمته، تتذكر آلاءه، مظاهر إبداعه وقدرته، تستنجد بالله عز وجل. هذا ذكر يدفعك إلى أن تستنجد بالله، تقول يا رب أعوذ بك من هذه الحالة التي أنا فيها، اشرح اللهم صدري، يسر اللهم أمري، أذهب اللهم هذه الكآبة من نفسي. أجل، الذكر يحملك على هذا الدعاء المتكرر المتكرر المتكرر، وعندئذ ستجد أن ظلمات هذه الوحشة التي كانت بين جوانحك تتبدل وتذهب، ويحل محل ذلك نور من الرضا، نور من الطمأنينة، نور من اللذة والشعور بها. ومن جرب يعرف أيها الإخوة والأخوات هذه الحقيقة. أريد أن أضعكم أمام شواهد عملية تطبيقية. هنالك كثير من العلماء الربانيين الصالحين الذين بلغوا مبلغ الولاية، أي تولاهم الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته. هؤلاء لم يتمتعوا بنعيم الدنيا الذي يطمح إليه هذا الفريق الذي نتحدث عنه من الناس، فلا هم يتمتعون بغنى واسع، ولا هم يتمتعون بالعافية الدائمة التامة، ولا هم يتمتعون بالمال الوفير الوفير. ليست هنالك من حولهم حالة من الحالات المادية التي تبعث السرور والبهجة في كياناتهم، ومع ذلك فقد كانوا مثال السعادة، ولقد كانوا مثال المتعة. كانت متعتهم تنبع من داخلهم إلى وجوههم، ولم تكن تلتصق من خارج حياتهم إليهم. لا، أجل، ولقد قال قائلهم، و أذكر أنه إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال مرة، لو علم الملوك ما نحن عليه، أي من السعادة والسرور واللذة، لقاتلونا على ذلك بالسيوف. هذه الكلمة صحت عن إبراهيم بن أدهم. في الناس من يتعجب من هذا الكلام، ربما ينظر إلى إبراهيم بن أدهم فيراه لا يملك مالا وفيرا، لا يملك دارا جميلة، لا يملك نساء، إماء مثلا، زواج، متعة، حياة زوجية يتقلب في نعيمها، لا يملك شيء من هذه المظاهر التي تبعث مشاعر السعادة والبهجة في الكيان. فيقول هو فيما يقاتلك الملوك على ما أنت في هذه حالة، يعني يفر منها الملوك. قد يقول قائل هذا الكلام، نعم يفرون من هذا الظاهر، لكنهم لا يعلمون ما يوجد في الباطن. إبراهيم بن أدهم يتحدث عن قلبه، يتحدث عن المتعة التي تتراقص بين جوانحه.
هذه المتعة التي يشعر بها هؤلاء الذين كانوا مع الله بعد إيمانهم بالله، بالذكر، بالمراقبة الدائمة الدائمة الدائمة، يكون الله سبحانه وتعالى لهم حالا من السرور لا يمكن أن توصف، لا يمكن أن توصف بشكل من الأشكال. لا الملوك ولا الذين اجتمعت لهم الدنيا كلها، ولا الذين تزاحمت أمامهم عوامل وأسباب المتعة تتراقص بين أيديهم، كل هؤلاء لا يشعرون بهذه المتعة إطلاقا. وقد قلت لكم ما السبب، فرق كبير بين أن تأتي بعوامل المتعة من هنا وهنا وهناك لتلصقها بقلبك، وبين أن ينبع سبب المتعة من داخل قلبك، فرق كبير. عندما تحاول أن تجمع أسباب المتعة من أطراف الدنيا كلها وتضعها في قلبك، قد تدخل إلى قلبك وقد لا تدخل. ورب رجل جاءه المال، جاءه المتع، تحققت له الشهوات، رأى داره المنيفة الجميلة، الأثاث الرائع، أسباب له كله تجمع بين يديه، لكنه عاد إلى قلبه فوجده مهموما مكدودا محزونا. أجل، ولكن عندما يتجلى الله على قلبك فيخلق في فؤادك لمعة الفرح من لا شيء، هذا هو الأمر العظيم العظيم. ولو أن الملوك دخلوا إلى فؤاد إبراهيم بن أدهم ووجدوا هذه الحالة التي يتمتع بها، هذه النشوة التي تطوف برأسه، فعلا لسعوا سعيهم إلى أن ينقلوا هذه الحالة إلى أنفسهم بكل الوسائل، ولو اقتضاهم الأمر أن يقاتلوا إبراهيم بن أدهم وأمثاله بالسيوف. أجل، هذا واقع. ونحن عندما ننظر إلى سائر عباد الله الذين كانوا من هذا القبيل نجد إشراقة السرور دائما تطفح على محياهم، تطفح على وجوههم، لا يعلمون للكدر معنى ولا علاقة بين النعيم وبين واقع الدنيا. واقع الدنيا يتحرك في طريق مستقل، ومشاعرهم تأتي من جهة أخرى، مشاعرهم تأتي من علو، والدنيا تسير سيرتها التي شاءها الله سبحانه وتعالى. إذن فحق أن نعلم صدق كلام الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وانظروا إلى العكس، عندما يكون الإنسان تائها عن الله، ناسيا الله سبحانه وتعالى، يسيح في الدنيا، يبحث عن شهواته، يبحث عن أهوائه، يبحث عن ملاذه، يبني جهد استطاعته وسائل أحلامه ليحققها، ناسيا الله، ناسيا أن كل شيء بيد الله، ناسيا أنه يسيح ويتحرك في مملكة الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الله عز وجل. هذا الإنسان يتعرض لقرار آخر مناقض للقرار الأول. ما هو القرار الذي يقول من خلاله ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش، أي ومن يغفل ويبتعد عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا الشيطان دائما يبعث بين جوانحه الكآبة، يخيل إليه الأمور أعظم مما هي عليه، يجعله في حالة من الاستيحاش حتى من نفسه. أجل، وانظروا إلى هذه الكلمة: ومن يعش عن ذكري، ما قال الله، ما قال ومن يعش عن ذكر الله، قال ومن يعش عن ذكر الرحمن. هنا سمى نفسه باسم الرحمن، لماذا؟ ليوضح لنا أن الإنسان الذي يذكر الله عز وجل يبادره الله بالرحمة، يكرمه بالرحمة، يحقق له مصالحه، يزيل أسباب الكآبة من كيانه. فهنا يعني الباري عز وجل يسمي نفسه باسم فيه مظهر التطبيب، فيه مظهر التطبيب للإنسان الذي
تجتاحه الكآبة. لذلك يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن، كأنه يقول لك: يا هذا الرحمن أمامك، طبيبك الذي يعطيك ما تشاء، يحقق لك، مفتاح قلبك بيده، في لحظة واحدة يحول فؤادك من فؤاد تأكله الكآبة إلى فؤاد يرقص فرحا. الله سبحانه وتعالى أمامك، هو طبيبك، هو رحمانك، هو رحمانك، فلماذا تعشو عن ذكره؟ من أجل هذا لم يقل الله عز وجل: ومن يعشو عن ذكر الله. ربما قال قائل: يعني الله ماذا عسى أن يفيدني في هذه الحالة؟ لكن قال: ومن يعشو عن ذكر الرحمن، لتعلم السبب الذي من أجله يدعوك الله عز وجل إلى ذكره. أذكره، أطرق بابه، طبب داءك بين يديه، التجئ إليه بالعلاج، اذكره دائما بعد إيمانك بأنه الله وبأنه الحكيم وبأنه الرحيم، تجد هذا المعنى الذي يقوله الله سبحانه وتعالى لنا. ثم انظروا إلى هذا المعنى ذاته في عهد التزمه الله سبحانه وتعالى وألزم به ذاته العلية، عندما يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يكن إيمانا تقليديا ككثير من الناس الذين يؤمنون بأفواههم ولا يحملون قلوبهم شيئا من مسؤوليات هذا الإيمان. الذين آمنوا إيمانا حقيقيا، وعبر عن الإيمان الحقيقي بهذه الكلمة، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك، أي لا غيرهم، لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من أين ينبع الأمن أيها السادة والسيدات؟ من الفؤاد. الأمن لا يأتي من الأطراف، الأمن يأتي من فؤادك. إذا لم يشعرك الله سبحانه وتعالى بالأمن والطمأنينة، فاعلم أنه لو أقامك في جنة وارفة الظلال فلسوف تشعر بالوحشة ولسوف تشعر بالأسى. تأكد من هذه الحقيقة. نعم، ولكن عندما يكون هذا الإنسان مؤمنا بالله عز وجل، وقد أتبع إيمانه بالإكثار من تذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته، وهذا الإكثار يجره إلى محراب الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى دائما، يسأله أن يشرح له صدره وأن ييسر له أمره وأن يغسل الكآبة من فؤاده، ويظل مثابرا على هذه الحال، عندئذ يسكب الله برد الطمأنينة والأمن بين جوانحه من حيث لا تعلم، من حيث لا تشعر. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. يخيل إلي أن في ناس من يقول: نحن مؤمنون بالله عز وجل، ونحن واثقون بحكمة الله، وواثقون برحمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن الكآبة كثيرا ما تنصب بأدوائها المختلفة على مشاعرنا وعلى أفئدتنا. رب رجل لم تتحقق له آماله كما يشاء، لم تتحقق له أحلامه التي يريد، وما أكثر الأحلام التي يسعى إليها الإنسان، ومن ثم فهو يشتر كآبته رغم إيمانه بالله. لا أيها الإخوة، أنتم تتحدثون عن إيمان تقليدي، وأنا لا أتحدث عن هذا الإيمان، أتحدث عن ذلك الإيمان الذي يجر صاحبه إلى الاستمرار على ذكر الله. هل أنتم تثابرون على تذكر الله دائما دائما دائما؟ عندما تجلسون على مائدة الطعام، الطعام يذكركم بالله. عندما تذهبون إلى غرف نومكم لترقدوا، تذكركم هذه الحالة. عندما تستنجدون بالرقاة، تذكركم بالله. عندما تستيقظون تشعرون باليقظة بعد ذلك الرقاة والنشاط بعد ذلك الخمول، هل تذكرون الله عز وجل؟ أقول أكثر، عندما يذهب الواحد منكم إلى الحمام
هل يتذكر نعمة الله عز وجل عليه في هذه الحالة؟ عندما تشربون الماء البارد العذب على ظمأ، هل يذكركم ذلك بالله؟ عندما تنظرون أنواع الفاكهة، نعم وقد عرضها الفاكهاني للبيع أو قد عرضت أمامكم للطعام، هل تذكركم ألوانها، روائحها، أطعمتها، أشكالها، فنونها؟ هل تذكركم بالله عز وجل؟ والله لو أن ذلك كان يذكركم بالله لقادكم هذا إلى الثقة بالله، ومن ثم إلى الإيمان برحمة الله، ومن ثم مددتم يد الضراعة إلى الله. وعندئذ لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن تبقى آثار الكآبة أيا كانت في أفئدة المكتئبين. ولهذا الكلام على كل تتمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.